قرأت في كتاب الروح لابن القيم أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام فيتساءلون بينهم، فيمسك الله أرواح الموتى ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها، مستدلا على ذلك على التقاء أرواح الأحياء والأموات، إذ أن الحي يرى الميت في منامه فيستخبره ويخبره الميت بما لا يعلم الحي، فيصادف خبره كما أخبر في الماضي والمستقبل، وربما أخبره بحال أو بمآل دفن الميت في مكان لم يعلم به سوى، وربما أخبره بدين عليه وذكر له شواهد وأدلة. افتوني حول هذا الموضوع إذ أشكل علي، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن أحوال الميت من أحوال البرزخ التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وأمر الرؤيا أمر عجيب وواقع، ويمكن أن يرى الحي الميت في الرؤيا وأن يحصل بينهما كلام وتوصيات وأشياء عجيبة. هذا من عجيب قدرة الله سبحانه وتعالى. قد فسر بعض المفسرين قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، لأن معناها تلاقي أرواح الأحياء وأرواح الأموات في المنام، وما يحصل بينها من محادثات ومن مخابرات من نوع ما ذكره ابن القيم في هذا الكتاب. وعلى كل حال، هذا من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى وبديع حكمته سبحانه وتعالى، وهو شيء واقع، فإن بعض الأحياء يرى بعض الأموات في المنام كما ذكر ابن القيم وغيره، ويوصيه بأشياء ويخبره عن أشياء، فإذا بحث عنها وجدت كما قال هذا الميت لأخيه الحي أو لقريبه الحي. نعم.